دكتور أشرف، ممكن تكلمنا عن مشكلة التهابات الجيوب الأنفية؟ الحقيقة دي يعني هي فعلا مشكلة، المشكلة أساسا في التشخيص وفي العلاج. معظم نزلات البرد بتبقى شبيهة بالتهاب الجيوب الأنفية، والتهابات الجيوب الأنفية يا إما التهابات حادة اللي هي بتبقى بتخش في تشابه مع أدوار البرد، ممكن يبدأ المريض بسداد في الأنف، تغيير في الشم، ممكن صداع، حرارة، كل دي أعراض بتبقى يا إما نزلة برد عادية يا إما التهاب الجيوب الأنفية. طبعا احنا ما نتسرعش ونحكم على انها التهاب الجيوب الأنفية الا في بعض الاحيان اذا الحرارة استمرت لفترة طويلة، ممكن اكتر من 3 ايام، او يعني ممكن الحرارة تستمر مرتفعة او الاعراض ما بتتحسنش بعد ال3 ايام دول، فبنبدأ نفكر ان احنا ندي مضاد حيوي وتتعامل على انها التهاب حاد في الجيوب الأنفية. بالنسبه لالتهابات الجيوب الانفيه المزمنه، كانت الاول فيها مشكله في علاجها، كان قدامنا العلاج الدوائي وقدامنا العلاج الجراحي اللي هو قبل المناظير ما كانش بيجيب نتائج كويسه. بعض المناظير بعد اكتشاف المناظير يعني بقى علاج التهاب الجيوب الانفيه المزمن وحتى الحد في بعض الحالات من الحاجات السهله واللي بتجيب نتائج كويسه، لان الالتهابات قبل كده كانت بتعتمد ان احنا ما بنعالجش السبب. دلوقتي احنا بنعالج السبب تماما، ان احنا بنفتح الجيب الانفي بالمنظار وبنعيد وظيفه الجيوب الانفيه عن طريق عمليات دقيقه ما كناش بنقدر نعملها بالطرق العاديه التقليديه. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور.